المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهام شانيل. جيسبر إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكونوا الأمور ديالكم مزيانة وتمام. عند جميع السيدات، عند جميع الحبيبات المتتبعات الغزالات الوفيات على القناة ديالي اللي أكيد أكيد دائما الهام شانيل، الغزالة ديال اليوم ولا الوصفة ديال اليوم إن شاء الله غادي تكون وصفة مختصة بتخصيص الوزن او لا كيفاش نتخلصوا من الوزن الزائد. فبملعقة ملح ادهني بها بطنك او بطنك المترهل 20 دقيقة، والنتيجة تخلصي ان شاء الله من الكش نهائيا. والوصفة ديال اليوم عبارة عن دهن للبطن للحصول على كرش مسطحة ومشدودة. فنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وصفة اليوم، نتمنى تستفدوا منها، نتمنى تخليو لنا في التعليق كيفاش جاتكم الوصفة، واش عجبتكم ولا ما عجبتكمش، واش فاتت معكم ولا لا. مكونات ديالها بسيطة جدا، واهم شيء انه في متناول الجميع، يعني اي سيدة اي شخص ممكن يجرب هذه الوصفة سواء رجل او امرأة. يعني وصفة اليوم هي للجنسين معا. نتمنى تستفدوا منها وتكتبوا لنا في التعليق كيفاش جاتكم ولا غوسيت ولا لا الوصفة ديال اليوم. وقبل ما نمشيو نتعرفوا على مكونات الوصفة، فنبغي نرحب بكل من كيزور هذه القناة، بكل من كيشاهد سواء الناس القدامى او الجدد معنا في القناة. الا كنت اول مرة كتكتشفوها، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو، ايضا تضغطوا على زر الجرس، تعملوا بيك لايك لهذا الفيديو، تبارطاجيو هذا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي الشخصية ديالكم في لي جروب فيسبوك. يعني تبارطاجيو هذه الوصفة يعني في بزاف ديال المواقع ديال يعني لي ريزو سوسيو ديالكم نتوما شخصية، سواء في واتساب ديالكم. ايضا بالنسبة للسيدات اللي عندهم صديقات وعندهم الوزن الزائد وبغيتو تشاركوا معاهم هذه الوصفة بأبسط المكونات، فأكيد مرحبا. وايضا خليو لنا التعليقات ديالكم، الاستفسارات، شنو تبغيو تشوفوا في الفيديوهات القادمه، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الشخصيه ديالي. اكيد غنخليهم لكم في صندوق الوصف او في لابغ دانفو، ممكن تواصلوا معايا وتخليوا لي ميساج ديالكم. وبسم الله على بركه الله نمشيو باش نتعرفوا على مكونات الوصفه، طريقه تحضيرها، استخدامها واستعمالها. ايضا فاول مكون غادي نحتاجوا ليه في هذه الوصفه، غادي نحتاجو الى الملح كاول مكون ومكون رئيسي. بالنسبه للملح فانا استخدمت ملح الطعام، يعني ملح الاكلات والشهوات، ماشي ملح البحر الميت نهائيا، لانه بزاف السيدات كيسولوني في التعاليق واش استخدمتي ملح البحر الميت، واش لا ماشي بحر الملح الميت، هذا غير الملح العادي يعني ملح الطعام. ثاني مكون غادي نحتاجو زيت الزيتون. الناس اللي ما متوفرش عندهم زيت الزيتون او مثلا ما بغاوش يستخدموه، كاينين بعض السيدات ما كيبغوش يستخدموا زيت الزيتون للمنطقه ديال الكرش، فانا غنعطيكم جوج ديال الاختيارات. اول اختيار هو زيت جوز الهند، يعني ممكن تعوضوا زيت الزيتون بزيت جوز الهند رائع جدا. فانا غنقرا لكم بعض المزايا والاستعمالات التجميليه. فهو كيقوي الشعر الجاف، كيلطف البشرة، كيمنعها من التيبس، وقاية من الشمس، كيحمي من تشقق الشفتين، زيت الحمام والبرونزاج الذهبي. يعني زيت جوز الهند عنده عدة فوائد وعدة مزايا، كنصح به وبشدة. بالنسبة يعني المكون الآخر أو الزيت الآخر اللي ممكن تعوضوا به زيت الزيتون هو زيت الأطفال أو زيت جونسون بيبي. بالنسبة لهذا الزيت هذا حتى هو زوين، دغيا كتمتصوا لينا البشرة بكل سهولة، فإلا توفر عندكم حتى هو ممكن تستخدموه، يعني اللي توفر عندكم في ثلاثة ديال الزيوت فممكن تستخدموه. أنا هنا إن شاء الله غنستخدم معكم يعني زيت الزيتون. بالنسبة لثالث مكون أكيد اللي هو الدارسين أو لا القرفة، غادي نحتاجوها في هاد لاغوسيت تكون حاضرة وبقوة. هانتوما الشكل ديالها كيفاش كيجي. وبالنسبة لتاني مكون معنا في هاد الوصفة هادي، الرابع مكون عفوا، وهو المكون الثاني يعني عبارة عن بودرة، ورابع مكون معنا في هاد المكونات ديال الوصفة ديال اليوم، غادي نحتاجو سكينجبير كما كتلاحظوا،
ولا الزنجبيل. الناس اللي غتكتب لي في التعليق واش ممكن نستخدموا سكنجبير الطازج، فاكيد ممكن، يعني استخدموا اي سكنجبير توفر عندكم سواء بودره او طازج. بالنسبه للطازج ما عليكم الا تغسلوه، تنشفوه، من بعد تفركوه يعني اولا تحكوه بلوتو، تبشروه في الحكاكه وتستخدموه. فهادو هما كل المكونات وكل العناصر اللي غنحتاجو، يعني مكونات بسيطه جدا. فالمجموع ديال المكونات معنا 4 مكونات، هانتوما، يعني القرفه، سكنجبير، زيت الزيتون والملح. ممكن تعوض زيت الزيتون بزيت جوز الهند او زيت الكوكو، كيف ما ممكن تعوضوه بزيت جونسون البيبي ولا زيت الاطفال. فبعد ما تعرفنا على مكونات الوصفه، اخر شيء ما ذكرتوش اللي هو البلاستيك الغذائي المساند الرسمي ديالنا اكيد. فهادو هما كل المكونات. بعد ما تعرفنا اللي ممكن يسبق لي وذكرت، ندوزو لطريقه التحضير وطريقه الاستخدام والتطبيق ايضا. فغادي ناخذ الملح، الكميه اللي غتكفينا. هاد الوصفه صراحه حتى انا نستخدموها المنطقه ديال الارداف الجوانب من غير البطن، لانه يعني بزاف السيدات غيسولوني ايضا ويقولوا لي واش ممكن نستخدموا هاد الوصفه الارداف والجوانب من غير منطقه البطن. اكيد ممكن استخدام هاد الوصفه لاي منطقه موجوده في الجسم. من بعد غادي نضيف سكنجبير سواء طازج او البودره، الا كان طازج ما عليكم الا تبشروه وتستخدموه. ومن بعد غادي نضيف زيت الزيتون، غادي نزيد نضيف كميه من السكنجبير بودره باش الوصفه تكون عاقده، ما تكونش سائله بزاف، باش هكذا ما تسيحش او تسيل لينا على الملابس ديالنا. والوصفه بعد ما كتصبح بهذا الشكل، يعني كتصبح بقوام عاقد،
فهي جاهزة للاستخدام أو لا للاستعمال بعد ما تصبح بهذا الشكل هذا. ما عليكم إلا تطبقوها على أي منطقة بغيتوا تخلصوا منها من الوزن الزائد بحركات دائرية بهذا الشكل، وتعملوا مساج خفيف في الظريف وتخليوها، وتعملوا عليها البلاستيك الغذائي أو النايلون أو السلوفان، وتخليوها لمدة ديال 20 دقيقة، 30 دقيقة، ساعة، ساعتين، ليلة كاملة، نهار كامل. ممكن تعملوها في الصباح، يعني احسن وقت هو انكم انفو تفيقوا تعملوها على البطن ديالكم، تعملوا عليها البلاستيك الغذائي، تعملوا يعني لاغان ولا سمطه ديال الكرش الا عندكم الكرش مدلدله وخارجه بزاف، ومن بعد تبداو تعملوا الاعمال الشاقه بالنسبه للنساء اللي كنعملوها في المنزل. اما بالنسبه للسيدات اللي كيخرجوا خارج البيت للعمل، المدرسه، بزاف ديال الامور، فممكن نعملوها ونخرجوا خارج البيت وحنا كنتمشاو وحنا كنعملوا لا مارش. بالعكس الوصفه كتزيد تنجح بنسبه كبيره جدا، عكس الا كنا غير عاملين الوصفه وما عملنا حتى شي حركات. الا عملنا الحركات غيكون افضل واحسن. ممكن نعملوها ونعملوا سبور سواء في البيت او خارج البيت، ممكن نعملوها في المنزل ونعملوا الاعمال الشاقه كما قلت لكم. المهم حنا عاملين وحنا كنتحركوا، بالتالي غنزيدوا نقصوا وزن كبير وكثير. وصدقوني البنات جربوها وردوا عليا، النتيجه راه غتبدا تبان لكم من يعني الاسبوع الاول لاستخدامكم لهاد الوصفه هذه. فغير جربوها وردوا علينا في خانه التعليقات، فانا اكيد في انتظار تعليقاتكم. ما تنساوناش بالبيك لايك، تشاركوا في القناه، تضغطوا على زر الجرس، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. ودوري نشكركم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو، مواعيدي معكم يتجدد ان شاء الله في الفيديو القادم باذن الله تعالى.